إذا مشاهدينا، هي ملفات دبلوماسية ثقيلة جاءت في صلب اهتمامات برامج المتراشحين. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع نربط الاتصال مشاهدينا الكرام بالدكتور أبو الفضل بهلول، المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك معنا. مساء الخير لك من المشاهدين الكرام. مساء النور، اهلا بك. اذا في ظل توترات واوضاع غير مستقره، دعنا نقول على طول الشريط الحدودي للجزائر، ملفات ثقيله على اجنده رئاسيات 2024، ملف الدبلوماسيه، السياسه الخارجيه للبلاد، حمايه الامن القومي، وخاصه التاكيد على ثبات المواقف الجزائريه، الموقف الجزائري بخصوص دعم القضايا التحرر وعلى راسها القضيه الفلسطينيه. دكتور، ربما لو نتكلم عن اهميه طرح هذه الملفات في أو ضمن برامج المترشحين. أكيد أولا نلاحظ من ناحية تدخلات جميع المترشحين كان فيها الانضباط، وكان فيها كذلك تمسك بالدستور الجزائري، وكذلك تمسك بما يعرف بمبادئ القانون الدولي، لا سيما ما يتعلق أولا بالدعوة إلى الأمن والسلم الدوليين والحفاظ عليهما، كذلك الدعوة إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، لا سيما الشعب في الفلسطيني وشعب الصحراء الغربيه. وبالتالي هنالك خطاب متوازن، خطاب مبني اساسا على القانون الدولي وعلى احترام الشرعيه الدوليه والمواثيق الدوليه، وهذا يعطي لنا مؤشر ان في حاله فوز اي رئيس فسوف يعمل على تطبيق القانون الدولي واحترام لميثاق الامم المتحده واهداف ومقاصد الامم المتحده. في نفس الوقت المترشحين كذلك اثبتوا مدى حرصهم على الامن القومي الجزائري، وذلك من خلال دعم جميع ما يسمى بالخطط الأمنية التي تقوم بها الوحدات المختصة من أجل الحفاظ على الحدود الجزائرية وإدارتها بشكل احترافي، ورد وصد كل محاولات التسلل عبر هذه الحدود. تصوري أن الخطاب متوازن ويدفع إلى حماية أكثر للأمن القومي، وكذلك عمل وقائي حتى لا يكون فيه أي مساس بالتراب الوطني مستقبلا. جميل، واضح دكتور. كذلك ربما المترشحون الثلاث ركزوا في خطاباتهم وخلال عرض برامجهم على الجالية الجزائرية المتواجدة بالمهجر، كذلك تحدثوا عن حماية مصالح الجالية بالخارج. نشوفوا أنه الجالية الجزائرية حظيت باهتمام كبير من قبل المترشحين الثلاث، ربما كيف ترى هذا التوجه في الخطابات؟ أكيد أولا لابد أن نشير أن الجالية الجزائرية هي جزء من المجتمع الجزائري طبعا. وكل الحقوق التي يتمتع بها الجزائريين يتمتعون بها في الجالية طبعا. لذلك لاحظنا تسخير إمكانيات كبيرة من طرف القنصليات من أجل تهيئة الأجواء للعملية السياسية والعملية الانتخابية، وهذا حق لأنهم دائما مرتبطين بالجزائر. هذا نقطة. النقطة الثانية، تحدث المترشحون على الجالية باعتبارهم كأنهم موجودون معنا، وبالتالي هم جزء في الحملة الانتخابية وكذلك جزء في برامج جميع المترشحين. فقد حظيت الجالية بحيز كبير في مختلف برامج المترشحين، وهذا شيء طبيعي. لماذا؟ لأن يمكن أن تكون هذه الجاليات كفواعل أساسية وكذلك جسور بالنسبة للعلاقات مع الدول التي تقطن فيها تلك الجالية، وبالتالي كذلك المترشحون الثلاثة يدفعون كل الدفع ويضعون كل الثقة في الجالية الجزائرية. كذلك العملية الانتخابية هي عملية سياسية، وتبقى دائما الجالية مرتبطة بالوطن عن طريق هذه العملية السياسية. طبعا كذلك في ثاني أسبوع من الحملة الانتخابية تتصاعد الدعوات للشباب خاصة وللجالية ولكل أطياف المجتمع الجزائري، سواء هنا بأرض الوطن بالجزائر أو بالخارج. هل تعتقدون بأنها ربما خطوة لاستمالة أكبر عدد من الناخبين؟ أكيد لابد أن نشير، اليوم نحن نتحدث على جودة الديمقراطية أو ما يعرف بالديمقراطية ذات الجودة وذات أبعاد ومعايير دولية، ونبتعد عما يعرف بالانتخابات الرديئة. وأهم مؤشر وهو نسبة المشاركة، وبذلك الرهان الكبير أو التحدي الكبير أمام المترشحين وهو التجنيد وتعبئة أكبر عدد ممكن من المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع. والفئة الأكثر استهدافا هي فئة الشباب. لماذا؟ لأن لابد أن تكون لدينا مؤسسات منتخبة قوية
وليس هشة، وقوة هذه المؤسسات تكون بمدى النسبة القوية للمشاركة. لذلك الرهان الكبير أن تكون في هناك تعبئة كبيرة وتحسيس كبير للتوجه إلى العملية الانتخابية، وأن نركز على نقطتين، نركز على الشباب ونستعمل الفضاء الأزرق أو الفيسبوك ووسائل نعم. التواصل الاجتماعي من أجل تعبئة الشباب. طبعا شكرا لك سيد أبو الفضل بهلولي، يعني الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، على كل هذه التوضيحات. كنت معنا على المباشر في ساعتنا الأخبارية، شكرا.